أعلن القائمون على تطبيق التراسل الفوري الواتساب عن إطلاق ميزة العرض لمرة واحدة. تتمثل هذه الميزة باختيار عرض الصورة أو الفيديو لمرة واحدة فقط، ليراها المستلم مرة واحدة فقط ثم الحذف من عند المستلم بشكل تلقائي. نعم، ونستطيع تفعيل هذه الميزة أو استخدامها على الشكل التالي: هل أضفتنا على تطبيق الواتساب عشان تراسل مع أحد الأصدقاء؟ راح أفوت عليه على الشكل التالي. بدي أبعث على سبيل المثال صورة أو فيديو لأحد الأشخاص. راح أكبس على زر الملفات، بعدها راح أكبس على خيار المعرض. راح أختار الصورة اللي بدي أبعثها للشخص. راح أختار هالصورة، بعثت له هالصورة. هلا بعد ما بدي أبعث هاي الصورة حيطلع عندي هون على الشكل التالي، مثل رقم واحد وعلى شكل دائرة منقطة. راح نكبس على رقم واحد الموجود على شكل دائرة منقطة، راح نكبس عليها ضغطة فتحولت على شكل دائرة زرقاء. هلا بكل بساطة عشان نبعثها بشكل تلقائي إرسال. هلا الشخص المستلم راح يشوفها لمرة واحدة فقط وراح تختفي عنده. هلا إذا لفتنا على الحساب الثاني اللي بعثت له الصورة، طبعا هذا كان الشخص المستلم، راح نفوت عليه، راح تكون على الشكل التالي اللي عند الشخص المستلم. راح نفوت على الصورة، هاي الصورة راح افتحها، طبعا عرضت عندي لمرة واحدة. هلا اذا بدي ارجع راح نشوف انه الصورة نفس اللي وصلتني من شوي انه انفتحت، بس ما عاد فيني اشوفها، يعني انا عرضت لمرة واحدة فقط وما عاد فيني افتحها من جديد. طبعا هاي كانت الميزة بكل بساطة من خلال ميزة العرض لمرة واحدة من خلال تطبيق التراسل الفوري الواتساب. هذا كان كل شيء يتعلق بفيديو اليوم، ونشوفكم بفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.